نشرة الأخبار على قناة يمن شباب، نبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى من الميليشيا وتدمير آليات عسكرية بغارات للتحالف في صعدة. وهادي يغادر الرياض إلى الولايات المتحدة في رحلة علاجية. دعوات لمسيرة جماهيرية في تعز للمطالبة بإنهاء أعمال الفوضى والتمرد وأخرى في شبوة دعما للشرعية. أهلا بكم، والبداية في صعدة، حيث قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بغارات لمقاتلات التحالف. وقال مصدر عسكري إن عددا من عناصر الميليشيا لقوا مصرعهم وجرح آخرون بغارات التحالف أثناء محاولة تسلل فاشلة تجاه مواقع الجيش الوطني بجبهة كتاف. ووفقا للمصدر، فإن الغارات دمرت آليات قتالية تابعة للميليشيا الانقلابية. غادر الرئيس هادي مقر إقامته العاصمة السعودية الرياض متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس هادي غادر الرياض إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء لإجراء فحوصات طبية دورية، كما يتردد على مشاف في الولايات المتحدة للعلاج من وقت إلى آخر. هذا وكانت آخر زيارة له في يونيو من العام الماضي. في شبوة، حيث دعا الائتلاف الوطني الجنوبي أبناء شبوة إلى الخروج في مسيرة مليونية والتي من المقرر إقامتها الأحد القادم في مدينة عتق. أوضح الائتلاف بأن المسيرة ستخرج لتأكيد وقوف أبناء المحافظة خلف القيادة السياسية في استعادة الدولة ودعمهم للدولة الاتحادية التي كفلت مبدأ الشراكة العادلة في السلطة والثروة. وقد أكدت رئاسة الائتلاف حاجة أبناء الجنوب للتعبير عن التنوع ومشاركة مختلف القوى السياسية والتيارات الوطنية التي تؤمن بالديمقراطية والشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة والوفاء لنضالات الشعب وتضحياته من أجل الحرية والمواطنة المتساوية والشراكة الوطنية. في سقطرى، حيث أعلنت المحافظة رفضها مخطط الضم والالتحاق بدولة الإمارات، مؤكدة تمسكها بهويتها اليمنية ومشروع الدولة الاتحادية، وذلك في مسيرة شعبية غير متوقعة، خاصة في ظل استمرار انقلاب الانتقالي وسيطرته على الأرخبيل بدعم من أبوظبي. يعود صوت اليمن قويا من الخبيل سقطرى التي توشحت العلم الوطني واعتصبت به وبالشرعية الدستورية في قلب عاصفة من الأطماع الإماراتية التي تؤجج النزاعات ضد الشرعية بهدف تحقيق الهيمنة على سواحل البلاد وجزرها. تواصل الجماهير في المحافظات الجنوبية نسج مشهد جديد عنوانه اليمن الاتحادي ورفض الإقصاء والتهميش في وقت تغولت فيه الميليشيات وظن البعض أن الصوت الوطني أفل إلى غير رجعة. يؤكد المتظاهرون على أهمية الحوار وتعزيز قيم التعايش والشراكة بين القوى الوطنية ونبذ الاحتكام للعنف والقوة، كما ينقض كل الممارسات التي تمت في سقطرى خارج إطار الدولة وجيشها الوطني. في مسيرة حاشدة بمدينة حديبو عاصمة المحافظة تحت شعار سقطرى يمنية، طالب أبناء الأرخبيل بعودة المؤسسات الحكومية وإنهاء الانقلاب الانتقالي المدعوم إماراتيا، ويشددون على عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه ما قبل انقلاب الميليشيات في يونيو الماضي، وعودة مؤسسات الدولة وأجهزتها لمزاولة عملها وبما يضمن استثبات السلام والسكينة. المشاركون توافدوا إلى ساحة التغيير في حديبو رغم إجراءات وعراقيل فرضتها ميليشيا الانتقالي لإعاقة وصول المئات بهدف تحجيم المسيرة الشعبية التي دعا لها التحالف الوطني الجنوبي، غير أن الجماهير تدفقت وجابت شوارع المدينة وإلى أمام مقر التحالف حيث وصلت رسالتها وبلغ صوتها أسماع من يتهموها القدرة على نزع سقطرى من جذورها اليمنية وفرض تحويلها إلى إمارة ملحقة بأبوظبي. أيها الجماهير المحتجبة، لقد علمتم ما تحررت سقطرى بعد استيلاء المنشيات، ميليشيات المرتزقة الموردة إلى سقطرى، ماذا حل بسقطرى من الكوارث من ارتفاع الأسعار وتهريب العملة وتخويف الناس
وابتزاز الناس في كل المواقع وفي كل الحقاب. هذا ما حصل سقطنا. وفيما تعمل ميليشيات الحوثي الانقلابية من صنعاء على تكريس الانفصال لبسط نفوذ إيران، وتستغل ميليشيا الانتقال المدعومة إماراتيا ظروف الحرب الحوثية على البلاد لتسعى هي الأخرى نحو فرض سيطرتها، يعود حضور اليمن ومشروعه الاتحادي من عمق المحافظات الجنوبية على لسان الشعب. مشهد صادم لأعداء اليمن، له وقعه وإيقاعه المتناغم صاغته الجماهير في محافظة سقطرى امتدادا لمسيرات جماهيرية بدأت في مديرية لودر بمحافظة أبين لتمتد في سقطرى والمحافظات من أقصى الجنوب إلى أقصى الشرق. تحرك شعبي هو الأكثر صعودا ورسوخا لتثبيت مشروع الدولة الاتحادية اليمنية تتردد أصداؤه في أرجاء البلاد. دعت رابطة أسر الشهداء بتعزل التظاهرة في مسيرة جماهيرية حاشدة غدا الخميس تحت شعار معا لترسيخ قيم الدولة. ووفقا للدعوة فإن المظاهرة ستطالب الحكومة والسلطات المحلية بفرض هيبة الدولة والعمل على إنهاء الفوضى والتمرد ورفض خرافة الولاية والكهنوت التي تتزعمها ميليشيا الحوثي الانقلابية. بدوره أكد اللواء الركن عبد الكريم الصبرة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة القبض على المطلوبين أمنيا أن الوقت قد حان لملاحقة كل الخارجين عن القانون وإحالتهم للجهات المختصة لمحاكمتهم ونيلهم العقاب المستحق. ودعا اللواء الصبري جميع المطلوبين أمنيا دون استثناء لتسليم أنفسهم طواعية، محذرا من أن الحملة الأمنية ستستخدم كل الإجراءات الصارمة ولن تتهاون مع كل من يؤوي أو يتعاون مع أي مطلوب أمنيا. أقامت المقاومة الشعبية بمأرب عرضا عسكريا في مطارح نخلة، وقد تم فيه التأكيد على الجاهزية القتالية لمواجهة ميليشيا الحوثية الانقلابية ورفض مشروعها العنصري السلالي. كما جددت المقاومة العهد بالمضي قدما على درب النضال الوطني في مواجهة الطغيان الكهنوتي الإمامي حتى إسقاط المشروع السلالي الظالم والانتصار للمشروع الوطني الجامع. نقلت طائرة سعودية وزير النقل السابق صالح الجبواني من مدينة سيئون بحضرموت إلى الرياض، والذي عرف بنشاطه الإعلامي المهاجم لتجاوزات طرفي التحالف العربي في جنوبي اليمن. وقالت مصادر لموقع العرب الجديد إن نقل الجبواني إلى الرياض تزامن مع وصول عدد من أفراد الانتقالية الإماراتي، وذلك في مسعى من السعودية لاستدعاء المزيد من القيادات المثيرة للجدل في الشرعية والانتقالي من أجل المزيد من التشاور حول تشكيل حكومة الشراكة المرتقبة واحتواء أي اضطرابات قد تحول دون تنفيذ الشق العسكري. نددت نقابة الصحفيين اليمنيين أمس الثلاثاء بحادثة احتجاز الصحفي حسن بحريشة من قبل السلطات في حضرموت. وذكرت النقابة في بيان مقتضب أنها تلقت بلاغا من الصحفي الحضرمي حسن بحريش يشكو فيه من احتجازه لساعات يوم الاثنين والتحقيق معه من قبل عناصر أمنية بمدينة تريم على خلفية قضية نشر تتعلق برجل الأعمال عبد الله بخشان. وقد طالبت النقابة السلطات في حضرموت بالكف عن مضايقة الصحفيين على خلفية ممارستهم لمهامهم الصحفية. في شان آخر، حيث نظم عمال وموظفو المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بحضرموت وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة ووزارة المالية بصرف المستحقات المالية للمؤسسة. أوضح المدير العام لفرع المؤسسة بحضرموت أحمد التميمي أن إيقاف صرف المستحقات المالية للكتاب المدرسي ترتب عليها إيقاف رواتب العاملين والموظفين لعدم قدرة المؤسسة على صرفها. نتمنى أيضا من الجميع أن يستوعبوا ما نرمو إليه وأن يقوموا بعملية تسديد هذه المستحقات في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن رواتب شهر هذا مهددة لأن لم تصرف هذه المستحقات الخاصة والبالغ عددها والبالغ قيمتها تقريبا 2 مليار ريال، وهي مستحقات قيمة كتب أعطيت لوزارة التربية والتعليم وأيضا مستخلصات مالية إلى مجلس الوزراء. ونتمنى من مجلس الوزراء أن يتفهم إلى هذه المسألة وأن يقوم بعملية فك
هذه المبالغ الخاصة بالمؤسسة لتستمر المؤسسة في عمل. أعلنت ميليشيا الحوثية الانقلابية عن انهيار عشرات المباني الأثرية بمديرية همدان شمالية صنعاء، وذلك جراء الأمطار والسيول. وبحسب وسائل إعلام حوثية، فإن الأمطار والسيول الغزيرة تسببت خلال الأيام الماضية بانهيار 57 منزلا من أصل 100 منزل أثري في قرية بني بشير التاريخية بهمدان. يذكر بأن بني بشير هي إحدى قرى عزلة جشم ومحاطة بالسور ارتفاعه 5 أمتار، يعود بناؤه إلى الدولة اليعفورية التي اتخذت من شبام كوكبان عاصمة لها خلال الفترة عام 847 وحتى 997 ميلادية. بدورها أعلنت أيضا منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو حشد التمويل والخبرات لحماية التراث الثقافي المتضرر جراء السيول في اليمن. وقد عبرت المنظمة في بيان عن أسفها الشديد للخسائر بالأرواح والممتلكات في عدد من المراكز التاريخية باليمن. أشارت أيضا إلى تضرر مواقع التراث العالمي في كل من مدن زبيد بالحديدة وشبام حضرموت وصنعاء القديمة، خاصة خلال الأيام الأخيرة عقب الظروف الجوية القاسية التي اكتسحت البلاد. وقال البيان بأن المنظمة تدخلت بمنطقة القاسمي في مدينة صنعاء القديمة وزبيد التاريخية بحماية ما يقارب من 30 منزلا من الانهيار. أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد مزربة خلو ميناء عدن من حاوية محملة بنترات الأمونيوم أو أي مواد خطرة وفقا لنتائج الفحوصات المخبرية. وقد جاء ذلك أثناء زيارة وكيل محافظة عدن محمد الشاذلي للميناء يوم الثلاثاء لمتابعة نتائج اللجنة المشكلة من النائب العام لمتابعة التحقيق حول وجود 140 حاوية محملة بنترات الأمونيوم الخطرة في الميناء، والتي جرى الحديث عنها في وسائل التواصل الاجتماعي. سجلت السلطات الصحية في اليمن 5 إصابات بوباء كورونا جميعها في حضرموت. وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في تقريرها مساء الثلاثاء إنها سجلت نحو 5 حالات وفاة، منها 4 في حضرموت وحالة في شبوة، إضافة إلى تسجيل 4 حالات تعافي جميعها في لحج. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. قتلى وجرحى من الميليشيا وتدمير آلية عسكرية بغارات للتحالف في صعدة. الرئيس هادي يغادر الرياض إلى الولايات المتحدة في رحلة علاجية. ودعوات لمسيرة جماهيرية في تعز للمطالبة بإنهاء أعمال الفوضى والتمرد وأخرى في شبوة دعما للشرعية. ختام النشرة في أمان الله.